إيفان الأحمق، حكاية من التراث السلافي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قرية من قرى روسيا، عاش شرير عجوز وشرير صغير. كره الشرير كثيرا أن يرى رجالا صادقين يعملون في جد، ولم يكن يهدأ له بال حتى يجعلهم يذنبون. وراح اليوم كعادته يرقب المدينة من على جبل قريب. وكان في القرية رجل مجد اسمه إيفان، كان حسن النية طيبا، ولم يكن يرفض طلبا لأحد، سواء كان هذا الطلب نقودا أم رداء أم طعاما. وكان سعيدا بعمله في الحقول منذ الصباح وحتى مجيء الليل، ولهذا قام أهل القرية بتسميته إيفان الأحمق. إيفان الأحمق هو السبب في سعادة الناس، حتى المحرومون منهم كانوا يحصلون منه على المساعدة. أنت أسرع وافعل شيئا تمنع به إيفان من العمل فلتفسد حقوله. هيا بسرعة. أفهمت؟ حسنا، إنه أمر سهل. ذلك الأحمق إيفان إنه يتمتع بقوة كبيرة. ما هذا؟ لم يستطع الشرير أن ينجح في منافسة إيفان الذي كان يعمل بكد ليل نهار. ما هذه المشاكسات؟ لن أغفر لك إزعاجك لي أثناء عملي. أنا لا أسمح بالعبث وقت العمل، أتفهم ذلك؟ سأقوم بأي شيء تطلبه مني. أنا آسف جدا. أنا أطلب منك أي شيء؟ بالطبع. حسنا، سأطلب منك شيئا. الأميرة ترقد مريضة في الفراش وأنا حزين من أجلها، أعطني شيئا يعجل بشفائها، هل تستطيع ذلك؟ هذا أمر سهل جدا، أعطني تفاحة وسترى. هيا. انتهى الأمر، دعي الأميرة تأكل هذه. هيا خذها واذهب بها إليها. هيا. شكرا لك، ولكن هل أنت واثق من ذلك؟ أنت نفسك تبدو منهكا، ما معنى هذا؟ ها؟ لا بأس يا عزيزي، يحدث ذلك عندما أقوم بخدمة لأحد. نعم، واليوم قدمت لك خدمة كبيرة. وداعا. ماذا؟ تعني أن الأميرة ستشفى إذا أكلت هذه التفاحة؟ نعم، أنا متأكد من ذلك. انتظر لحظة. حسنا. رائع، لقد شفيت الأميرة. رائع، هذا عجيب، لقد شفيت. أيها الجندي، ما الأمر؟ شفيت. حمدا لله، فقد شفيت الأميرة، يجب أن أعود إلى بيتي. انتظر. ها؟ هل أنت المدعو إيفان؟ أريد أن أطلب منك شيئا يا بني. أنت تطلب مني شيئا يا سيدي؟ اسمع. يا إلهي، أنا أتزوج الأميرة، غير معقول، أنا رجل فقير. تعال إلى هنا. وقبل أن يكمل إيفان قوله أصبح ملكا، فقد كان معروفا بعدم قدرته على رفض طلب لأحد. ولكن كان الشرير هو الوحيد الذي ما زال غير راض لما حدث. والآن لنعد إلى إيفان الملك.
الطعام ليس لذيذا أبدا، لكنه أفضل شيء، أفضل شيء يا مولاي. كان الخبز الذي أكله في الحقول ألذ من هذا بكثير. مستحيل مستحيل مستحيل. على كل حال أنا سأذهب إلى الحقول لكي أكل الخبز هناك. نعم. لا لا تذهب، لا تذهب يا مولاي. والآن وبعد أن عملت وعرقت سأتناول طعامي بلذة. شهي شهي جدا. نعم إنه شهي جدا. عندما يعمل المرء في الحقول يصبح الطعام شهيا جدا. ولما كان الملك يعمل بجد راح الشعب كله يعمل، وهكذا صار الجميع يعملون. ذلك الأحمق إيفان كيف يكون بهذه الحماقة؟ حسناً، ما دام الأمر قد وصل إلى هذا الحد سوف أحطم تلك البلدة. كم أنا غاضب غاضب. جعل الشرير من جميع الحيوانات جنوداً له وخطط للهجوم على بلدة إيفان. كان شعب إيفان قد عمل بجد حتى أصبح بالبلدة طعام وفير، فاتجهت جميع الحيوانات إلى المستودع الذي خزن فيه الطعام وأكلوا حتى شبعوا ثم ناموا. مستحيل أن تكون هذه حربا. يا لها من حيوانات غبية، لقد نامت. ماذا أفعل ماذا أفعل؟ المال، وجدتها، المال سيجعلهم يتنازعون في جشع. سوف أقوم بهذر النقود. نعم، عن طريق المال سوف يتنازعون. خذوا هذه النقود، خذوا. لماذا هذه الاضطرابات؟ سيدي، الشرير ينثر نقودا ذهبية. نقود ذهبية؟ ربما كانت نوعا جديدا من البذور، دعونا نزرعها ونرى. يا إلهي، ماذا ستنتج؟ أنا مشتاق لرؤية النبات الذي ستنبته. نعم. إنها غير صالحة، لا فائدة منها أبدا، صدقوني. لا ماذا؟ المال لا ينبت أشجارا بالطبع. كانت النقود لا تعني شيئا بالنسبة لإيفان، كان يؤمن بأن أهم شيء هو الأرض وجهد الإنسان. إنه أحمق لدرجة تجعل من الصعب عمل شيء. الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو أن أجعله يستخدم عقله. مولاي، إن الحمقى فقط هم الذين يعملون بأيديهم. سوف أعلمك كيف تستخدم عقلك. نعم يا مولاي. حقا؟ حسنا، سيصبح الأمر يسيرا إذا استطاع المرء استخدام عقله إذا ما تعبت يداه. هيا هيا استمعوا إلي جميعا، فلنأخذ راحة ولنستمع إلى قول هذا الشخص، سوف يحدثنا عن طريقة لاستخدام عقولنا. فكرة جيدة. نعم، إن استخدام العقل في الواقع ليس بالأمر السهل، وقد لا تشعر برأسك لكثرة استخدامك له، ولكنها وسيلة أفضل. نعم، إنها أفضل للحصاد. هل فهمتم؟ وهكذا بدأ الشرير يتحدث بكل حماس، يتحدث عن جمع العديد من الجنود ومحاربة البلاد المجاورة والحصول على المال وإنعاش التجارة. ولما كان الشعب راضيا عن حياته لم يشعر أحد منهم بالحاجة إلى العمل بعقله، وظل الشرير يوجه حديثه إليهم دون أن يدلهم على وسيلة لاستخدام رؤوسهم. هيا هيا دلنا على وسيلة لاستخدام عقولنا. دام حديث الشرير لمدة 3 أيام بلياليها دون طعام أو شراب. أنا جائع. استمر في استخدام رأسك، استمر. حسناً. هيا استمر في استخدام رأسك، استمر. هيا استمر أكثر في استخدام الرأس. وهكذا
فشل الشرير في القضاء على إيفان، وما زال شعب إيفان يعمل بجد حتى يومنا هذا. ماذا يفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يبدو الطعام جاهيا بعد العمل يا أبتي. وبعد أن جند الشرير تابعه الوحيد، ذهب في رحلة طويلة دون هدف. ربما كان معنا هنا، احترسوا.